ياسين بازكورا، ممثل مجموعة المكفوفين المعطلين اللي حاملي شهادة البكالوريا. احنا كمكفوفين معطلين عانينا مع الحكومة السابقة، حكومة العدالة والتنمية، منذ 2011 وحنايا تنضلوا في الساحة النضالية، وتعرضنا للتهميش وتعرضنا للإقصاء. وكما تتعرفوا أدت مجموعة من النضالات ديالنا إلى استشهاد الشهيدين ميلود الحمراوي وصابر الحلوي إثر تعنت الحكومة السابقة وعدم تلبية المطالب ديالنا. لهذا احنا تنطالبوا بالتوظيف المباشر لهذه الفئات، هذه لا مجازين ولا أصحاب الماستر ولا أيضا أصحاب البكالوريا اللي تعاني التهمة في صمت وتعرضوا للإقصاء في الحكومة السابقة. والتوظيف المباشر فهو تيبالي هو الحل الأجدر لهذه الفئة هذه، لأن المباريات السابقة كانوا فيها عدة خروقات وكانوا فيها يعني كانوا فيها إقصاء ممنهج للمناضلين اللي كانوا في الساحة النضالية. والدليل على هذا هو أننا باقين في العطلة وباقين تعرضوا للتهميش، وإن شاء الله راه عام قريب في أيام المقبلة غادي نستأنفوا النضالات ديالنا في ساحة الرباط. ونتمناو من السي عزيز أخ النوس ومن هذه الحكومة الجديدة يكون عندها واحد النفس من الحوار، ويكون تكون عندها واحد الاستراتيجية لحل المشكل نتاع هذه الفئة هذه. الاسم عبد المولى الحلوي، حصل الإجازة في تخصص علم اجتماع باسمي واسم جميع المكفوفين المعطلين. أشكر الموقع مصدر ميديا الاستجابة للطلب للقيام بهذا اللقاء، يعني اللي من خلاله غادي نوضحوا مجموعة ديال النقاط. يعني نحن كمكفوفين معطلين إن شاء الله يعني غادي نستمروا في الصحة النضالية، يعني في انتظار تشكيل الحكومة وكذلك افتتاح البرنامج. إن شاء الله يعني سننزل إلى الشارع قصد ذلك، يعني الاستمرار بالمطالبة بالحقوق ديالنا، والحق يعني الأسمى هو التوظيف المباشر. لابد يعني ما ننتزعوا هذا الحق هذا. يعني قمنا بمجموعه ديال الاشكال النضاليه يعني في الحكومه السابقه، وكما يعلم الجميع يعني الاحداث المؤلمه والمؤسفه اللي وقعت في ديك الفتره، يعني حيث اننا يعني فقدنا جوج ديال الارواح من داخل واحد الوزاره اللي هي الاسره يعني وزاره التنميه الاجتماعيه والاسره والتضامن. وكذلك يعني كنا واجهنا مجموعه ديال الامور صراحه احنا ما كناش راضيين عليها وما كانش كتفرح. يعني هذه الامور هذه كتجلى يعني في التعنت ديال يعني الناس هذو، يعني كيتعنتوا يعني ما كينزوش معنا الحوار، وكذلك يعني بتاتا يعني ما كيستجبوش للمطالب ديالنا. ان شاء الله يعني في هذه الحكومه المقبله ان شاء الله يعني حنا ما بغيناش نمشي في نفس المسار اللي مشات فيها الحكومه السابقه. يعني حنا الناس ديال الحوار، الناس ديال التفاهم، بغينا هاد الناس هادو يزلوا معنا لطاولات الحوار، انهم يستمعوا لنا ويستمعوا للمطالب ديالنا، وكذلك يستمعوا للمطالب ديالنا. وان شاء الله يعني بغينا تكون واحد الالتفاته اللي هي صريحه لهذه الفئه هذه. يعني هذه الفئه هذه كتعاني من سنوات وسنوات وسنوات، يعني راه خص يحين الاوان انه باش يكون واحد القرار حاسم لهذه الفئه هذه، انهم يتنقذوا من هذه العزله اللي كيعيشوا فيها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.